واحد بيقول انا شاب قبله 20 سنة من العمر ومعافي من تجنيد الجيش، واريد اترحل وانا لا اعرف قبطي ولا الحان ولا انجليزي، وانا حاصل على دبلوم، وهل الرهبانة لها شروط اني اعرف قبطي والحان انجليزي؟ لا يخني، لا اتعلم القبطي ومش صعب، يعني مش علشان شرط من الرهبانة، عشان برضو تفهم حاجات في القداس وتفهم حاجات في التسبحة وتفهم حاجات في الألحان، يعني مش شرط للرهبانة، لكن حتى وانت علماني مفروض تعرف الحاجات دي علشان تقدر تمر في الصلوات وفي القداسات. والانجليزي ده ملهوش لازمة، يعني ممكن تروح الرهبانة وانت مش عارف انجليزي، ومش مهم مؤهل عالي، في رهبان كتير ما عندهمش مؤهل عالي، المهم يكون عندك نقاوة قلب وأب اعترافك يكتب لك تزكية انك انت تصلح للرهبان.